الرئيس السيسي يتابع إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ويوجه بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة. مع انطلاق احتفالات عيد الميلاد، الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء العالم ويوفد مندوبين لحضور الاحتفالات. أوروبا تؤكد أن مصالحها الاقتصادية والأمنية مهددة حال عدم استقرار العراق وتطالب بعدم التدخل الأجنبي في شؤونه. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا. وخلال اجتماع آخر، وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية. كما استعرض الرئيس السيسي التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجها سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال. وموجها سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعا، كما قامت بالصياغة الأولية ل 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية، فضلا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة. كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتماله على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية،
واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن، حيث وجه السيد الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضاري للمحافظات. كما وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحياتها مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للقادة والزعماء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل السلام والازدهار لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم. وفي السياق ذاته أوفد الرئيس السيسي أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. تحتفل الكنائس التابعة للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، وكانت الكنائس قد استعدت حيث تزينت قبل انطلاق الاحتفالات بأشجار الكريسماس وسط حالة من التنظيم الكبير. Bisogna guardare lì. Ma perché la mangiatoia è così importante? Perché è il segno non casuale con cui Cristo entra nella scena del mondo. È il manifesto con cui si presenta, il modo in cui Dio nasce nella storia per far rinascere la storia. Che cosa ci vuole dire? Dunque attraverso la mangiatoia il Signore, almeno attraverso la mangiatoia vuol dire tre cose: vicinanza, povertà e concretezza. Vicinanza, la mangiatoia serve a portare. ولرصد احتفالات عيد الميلاد ومظاهر البهجة نفتح عدة نوافذ مع مراسلين، حيث ينضم إلينا سالي سالم من الكنيسة السريانية بشارع رمسيس، وكريم بيبرز من كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية، ورامي محمد من الكنيسة الأسقفية بالزمالك. البداية مع سالي. سالي، بعد التحية ضعينا في صورة المظاهر والاستعدادات وأشكال الاحتفالات لديك الآن. نعم، تحياتي لك محمد ولمشاهدينا الكرام. كل عام والشعب المصري بأكمله بألف خير، ونحن هنا نتابع من داخل أروقة كنيسة السيدة العذراء مريم السريانية في تحديدا حي غمرة بمحافظة القاهرة احتفالات وصلوات قداس عيد الميلاد المجيد في هذا اليوم 24 ديسمبر، حيث تختلف الكنائس المسيحية في مصر في احتفالاتها بين التقويم الشرقي والتقويم الغربي. ففي هذا اليوم تحديدا وليلة 25 ديسمبر تحتفل هذه الكنيسة السريانية بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وذلك إضافة إلى عدد من الكنائس كالأقباط الكاثوليك والأرمن والروم الأرثوذكس وأيضا هذه الكنيسة السريانية في مصر. لو تحدث
تحدثنا تحديدا عن تفاصيل هذا الاحتفال، فبدأ في 7 مساء استقبال المهنئين داخل هذه الكنيسة، وفي 8 تحديدا دقت الأجراس بكلمات الشكر والصلوات داخل هذه الكنيسة والترانيم المختلفة التي تستمر حتى هذه اللحظة تحديدا، وذلك برئاسة الربان الأب فيلوبوس عيسى كاهن هذه الكنيسة السريانية في مصر. والتفاصيل كثيرة داخل الأروقة، رسائل المحبة والصلوات التي تتم بعد صيام 10 أيام لأبناء الكنيسة السريانية في مصر، والتفاصيل المتعلقة بالكنائس الأخرى. فالكنيسة الأرثوذكسية تحتفل في 7 يناير وفقا للتقويم الشرقي. هذه الكنيسة كانت قد استعدت في وقت سابق بالأضواء وأشجار عيد الميلاد المجيد، وأيضا الأضواء المختلفة والشموع والنظافة العامة والإجراءات الاحترازية التي تمثلت هنا داخل أروقة هذه الكنيسة، وسط حالة من السعادة والبهجة من الكبار والصغار الأطفال الذين يحظون بهذه الصلوات وهذه الترانيم التي تتلى داخل أروقة هذه الكنيسة حتى هذه اللحظة تحديدا. بعد انتهاء هذه الصلوات وتحديدا في 12 من صباح هذا اليوم ينتهي صوم أبناء الكنيسة السريانية، إضافة إلى أبناء الكنائس المختلفة المسيحية في مصر والتي تحتفل وفقا للتقويم الغربي. ينتهي هذا الصوم ليبدأ أول أيام عيد الميلاد المجيد في 25 من ديسمبر الجاري. والكلمة تعود إليك محمد مرة أخرى في الأستوديو. إذن هي أجواء من البهجة ورسائل من المحبة، هذه هي الأحوال والأجواء في الكنيسة السريانية بشارع رمسيس. ننتقل مع حضراتكم إلى كريم بيبرز، حيث الكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك. يعني كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك ومظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. هنا من الشرابية ربما رصدنا وجود الأهالي داخل الكنيسة احتفالا بعيد الميلاد المجيد. تصطحب الأهالي أولادهم إلى الكنيسة ليبدأوا صلوات هذا اليوم الهام جدا في حياة مسيحيو مصر، ولكن ربما بالأخص الكاثوليك. هذا التاريخ 25 من ديسمبر أو ليلة 25 من ديسمبر، حيث يحتفل الأهالي المصريين هنا بعيد الميلاد المجيد بالمجيء للكنيسة وبداية الصلوات التي تمتد لساعات في حقيقة الأمر، ولكن هذا وسط ابتسامات وبهجة وفرحة بين الأهالي داخل الكنيسة. وأيضا يبدأ الأطفال بالذهاب للكنيسة، وبعد الصلاة يتوجهون إلى المنازل ليجتمعوا. وهذه ربما الحالة دائما، حالة الفرحة والبهجة باجتماع العائلات بعد الصلوات احتفالا بعيد الميلاد المجيد. نتحدث عن 25 من ديسمبر، وهو بالطبع يعني اليوم الذي يختلف عن التوقيت الشرقي، هناك التوقيت الغربي 25 من ديسمبر هنا الكنيسة الكاثوليكية، ولكن أيضا تختلف 13 يوما عن التوقيت الشرقي في 7 يناير هنا في مصر. ربما دائما ما يعود هذا الاختلاف لمدار السنة، حيث كان البابا غريغوري في عام في القرن 16 حيث اكتشفوا فرق الأيام والتوقيتات بين ربما التوقيت الشرقي والتوقيت الغربي، حيث كان في البداية 365 يوما وست ساعات، ثم تحول بعد ذلك 356 يوما وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة، مما وضع هذا الفارق 11 دقيقة تقريبا التي وصلت إلى 13 يوما ليكون هذا الاحتفال بهذه البهجة والفرحة في 25 من ديسمبر والاحتفال الآخر أيضا في 7 يناير. نقلة بسيطة بعد الصلوات داخل الكنيسة إلى المنازل وسط فرحة وبهجة بين العائلات كما ذكرنا. والآن عودة لكم مرة أخرى، وكل عام وكل المصريين بخير. شكرا لك كريم، وكل عام وكل المصريين بخير. هذه كانت الأجواء في كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية. نتحول أخيرا أو النافذة الأخيرة مع الزميل رامي محمد، وتحديدا حيث الكنيسة الأسقفية بالزمالك. رامي، بعد التحية
هي رسائل للمحبة، مظاهر للبهجة يعيشها كل المصريين اليوم، ليس فقط المسيحيين، نتحدث عن المصريين جميعا. كيف هي الأجواء لديك بالكنيسة الأسقفية في الزمالك؟ تحياتي لك ولكل متابعينا. بالفعل كما تحدثت، يعني هي مظاهر بهجة ومحبة وسلام، وهي الرسالة أيضا من خلال قداس اليوم. عندما دقت الساعة 8 دقت معها أجراز الكنيسة هنا، كنيسة الأساقفة في بالزمالك. هذه الكنيسة التابعة لكاتدرائية جميع القديسين بمنطقة الزمالك، وانطلق معها قداس عيد الميلاد بالكثير من المظاهر المحبة والسلام والرسائل خاصة بالمحبة والسلام والود، وأن يعيش العالم أجمع في حالة من السلام. وهذه هي الرسائل والعناوين الهامة من رسائل قداس اليوم. ويمكن مع انطلاق الصلوات والقداس ترأس المطران دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية هذه الكنيسة، ومع انطلاق القداس بها وترأس المطران دكتور سامي فوزي لهذا القداس، تحدث عن الكثير من الرسائل المحبة والسلام وعن الأخوة وأيضا عن الاتحاد بين الجميع. وكان قد سبق هذا القداس، ويمكن سبق أيضا انطلاق الصلوات، في حضور عدد كبير جدا من ضيوف الكنيسة وأيضا شعب الكنيسة، وأيضا زيارة مهمة جدا لكبار مسؤولي الدولة وممثلين أيضا لمؤسسات الدولة والأزهر والأوقاف، وأيضا عدد كبير من الضيوف من الشخصيات العامة. القداس اليوم تحدث حول الكثير من الرسائل التي يرغب جميع شعب الكنيسة اليوم من خلال حديثه مع عدد كبير من الجمهور والحضور عن المحبة والسلام والاستقرار والأمن للعالم أجمع، وأن القداس يأتي في توقيت مهم جدا لترابط بين الجميع، وأن تكون مصر في أمن وأمان. وأيضا خلال انطلاق القداس كانت هناك عدد كبير من مظاهر البهجة، مظاهر السلام هنا بين الجميع، وأيضا أضواء الكريسماس كانت موجودة بجميع مواقع الكنيسة، وأيضا الجميع هنا كان في حالة من الابتهاج والفرحة بعيد الميلاد. عودة إليك مرة أخرى. شكرا لك رامي محمد من الكنيسة الأسقفية بالزمالك، والشكر موصول لشبكة مراسلينا من الكنيسة السريانية بشارع رمسيس سالي سالم، ومن كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية كريم بيبرز. كل عام وكل المصريين بخير. وفي كنيسة المهد بمدينة بيت لحم انطلقت الاحتفالات بعيد الميلاد بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد، وسار المئات من أفراد فرق كشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد. هذا ويواصل عدد من الكنائس في دول العالم الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، وتحرص مختلف الكنائس المحتفلة بالعيد حول العالم وفقا للتقويم العربي على تجميل وتزيين الغربي على تجميل وتزيين الكنائس لاستقبال المحتفلين على اختلاف أعمارهم. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها تنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني. وناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من المحاور، أبرزها دور المسؤولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسؤولية وأهم المبادرات التي تتحقق بها مبادئ المسؤولية المجتمعية.
هذا وتضمنت ورشة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص عددا من التوصيات، من بينها إنشاء قواعد بيانات لخدمات مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة، بالإضافة لدراسة تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 772 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 619 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 22 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 567 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فضلا عن ضبط قرابة 20 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية لمواد البناء، إلى جانب ضبط 795 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 235 قضية خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت قرابة 49 طن. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 15 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2260 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 848,846 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,631 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت قرابة 6,851 طن. كما تم ضبط 17 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن، وضبط 12 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 120.5 طن، وكذلك ضبط 6,668 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 245 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 49 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 168.5 طن سلع غذائية متنوعة وأسمدة زراعية وأقماح، وأكثر من 120 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين حجب أعلاف بمضبوطات بلغت قرابة 20.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 13 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات قاربت 570.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 5 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت قرابة 30.5 طن أعلاف حيوانية، وتم ضبط 4,156 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 264 طن وأكثر من 160 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 85 قضية استيلاء على السلع المدعومة
بمضبوطات قاربت 68 طن وحوالي 75.5 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 71 طن أسمنت. كما تم ضبط 343 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 3644 طن. كما تم ضبط 281 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 83450 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 635814 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 320858 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4012 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 211 سائقا منهم. كما تم المرور على 179 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 781 من سائقي حافلة المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 686 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 295 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4583 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 623 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 913 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2160 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2579 مخالفة ملصقات و11 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2010 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84653 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,845,443 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 110 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و182 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 90 قضية بقيمة مالية بلغت 204,278,166 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2996 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,606,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,090,357 جنيها.
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن العراق يمكنه المساهمة بشكل فعال في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة العربية. وأكد بوريل أن استقرار العراق ليس مهما للعراقيين فقط بل للعالم بأسره، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي بالكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه. وأوضح بوريل أن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في تحقيق هذا الهدف، لأن عدم الاستقرار في العراق سيؤثر على أوروبا من حيث تدفقات الهجرة وتهديد مصالحه الاقتصادية والأمنية. وأضاف بوريل أنه يجب على العراق حماية نفسه من التدخل الأجنبي وأن يصبح جسرا إقليميا يساهم في تقليل التوترات، مشددا على دعم جهود بغداد لتطوير سياسة خارجية متوازنة. اعتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية استراتيجية جديدة لمحاصرة فلول تنظيم داعش الإرهابي ومنع أي خروقات أمنية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن الخطط الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستخباري والأمني والتنسيق مع القوات الجوية من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية. وأكد اللواء على أهمية دور الاستخبارات في كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابي. تشهد سلطنة عمان غدا انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وفي لقاء مع شيوخ ورشداء وأعيان المحافظات أكد سلطان عمان هيثم بن طارق على أهمية تفعيل أدوار المحافظات واستثمار مواردها الخاصة والاستفادة من مقوماتها. هذا ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العمانية يبلغ 731,767 ناخبا وناخبة، وذلك لاختيار 126 عضوا للمجالس البلدية من بين 727 مترشحا. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد قليل. مع اكتمال الشهر العاشر للعمليات، موسكو تؤكد تدمير المئات من أنظمة الصواريخ والآلاف من المقاتلات الأوكرانية، وكييف تطالب بدعم غربي دائم. مع إتمام الأزمة الأوكرانية شهرها العاشر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 399 نظام صواريخ أرض جو أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأوضحت الدفاع الروسية أنها دمرت الآلاف من المقاتلات الأوكرانية والطائرات المسيرة والمدرعات، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية ضربات جوية في منطقة دونتسك أسفرت عن مقتل 40 جنديا أوكرانيا، ووحدات عسكرية في خاركييف أسفرت عن مقتل 50 جنديا، فضلا عن قصف عدة أهداف من بينها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة وعشرات الوحدات العسكرية في 92 منطقة. قتل 7 أشخاص وأصيب 58 آخرون في قصف روسي على مدينة خرسون جنوب أوكرانيا. ومن جانبه أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قصف خرسون واعتبره عملا إرهابيا روسيا هدفه تخويف الأوكرانيين. في الأثناء، دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا شركاء وحلفاء كييف من دول الغرب إلى تقديم دعم نشط ودائم للجيش الأوكراني بعد الهجوم الروسي على مدينة خرسون. وقال كوليبا إن الضربة الروسية جاءت أثناء احتفال كل العائلات في أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم بموسم العطلات السنوية، مشددا على أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم النشط والدائم للانتصار.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين أن تكثيف التعاون بين مولدوفا وحلف الناتو يقوض أمن البلاد. وطلب المسؤول الروسي بعدم تكرار تجربة كييف في هذا الشأن التي وصفها بالمحزنة، مؤكدا أن دعم دول الناتو لأوكرانيا بالأسلحة يهدد الأمن ويؤدي إلى كارثة. من جانبه قال وزير الخارجية والتكامل الأوروبي لمولدوفا نيكو بيبوسكو، قال إن بلاده في وضع أمني صعب للغاية، لذا فهي بحاجة إلى تعزيز إمكاناتها الدفاعية. قال رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات الروسية إيغور كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية لديها وثيقة تشمل جميع أسماء المسؤولين الأمريكيين الرئيسيين المشرفين على البرنامج البيولوجي العسكري الأوكراني. وأضاف كيريلوف أن من بين الأسماء الأمريكية المدير السابق لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات والرئيس السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية والعديد من المسؤولين الآخرين. في سياق آخر أشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد آلية موحدة للتحقق في تفشي الأمراض المعدية. هذه الآلية أكثر ولاء لواشنطن ويمكن أن يتم التحكم فيها على حد قوله، وذلك بعد أن أبدت الولايات المتحدة عدم رضا عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشي كورونا. أعلنت ثلاث شركات تأمين يابانية أنها ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا، مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال. وجاء قرار شركات التأمين بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وقد تتأثر واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين 2 للغاز والنفط الروسي المملوك جزئيا لشركة غاز بروم وشركات يابانية، والذي يعد مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم ب 9% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. لجأ العديد من الأشخاص في إسبانيا إلى بنوك الطعام للحصول على وجبات دافئة، وشهدت طوابير الجوع كما يطلق عليها في مدريد زيادة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع قفزات معدلات التضخم. وتنفق العديد من العائلات ما يقرب من نصف دخلها المتاح على الضروريات اليومية والطعام. بلغ معدل التضخم في إسبانيا 6.8% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، انخفاضا من 7.3% في الفترة حتى أكتوبر. وعلى الرغم من أن معدلات التضخم قد تراجعت عن ذروتها البالغة 10.8% والمسجلة في يوليو، فإن هذا لم ينعكس أثره على الشارع بعد. وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض أخضر بقيمة 70 مليون يورو مع إحدى الشركات من أجل تسريع انتقال الطاقة في البرتغال، وذلك عبر تطوير محطات طاقة متجددة جديدة بطاقة إجمالية تبلغ نحو 188 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 150 مليون يورو. وذكر البنك أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم أوروبا في تحقيق أهدافها المناخية، مشيرا إلى أنها تعد مثالا متميزا للتعاون الاستراتيجي بين البنك والشركات العالمية الرائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة. قالت صحيفة تليغراف إن بريطانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية جيرمي هانت زيادة الميزانية خلال 3 أشهر. وصرح هانت الشهر الماضي بأن الحكومة أدركت الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وأنها ستحافظ على الميزانية على الأقل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع التزامها بحلف الناتو عبر المحيط الأطلنطي.
ويقدر الخبراء العسكريون أن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع في 2024-2025 إلى 50 مليار جنيه من 48.6 مليار جنيه لتجنب خفض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم فوق 10%. اتفق وزراء خارجية اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى على إعلاء مبدأ احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها وتسوية النزاعات بشكل سلمي. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اجتمع في العاصمة طوكيو بنظرائه من أوزبكستان وكازاخستان وكيرغيزستان وتاجكستان وتركمانستان لعقد حوار آسيا الوسطى زائد اليابان. وقال وزير الخارجية الياباني إن المجتمع الدولي يقف في مفترق طرق في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين اليابان ووسط آسيا في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها. واعتبرت الدفاع الأمريكية أن تجارب كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع لاستقرار المنطقة. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي. تسببت عواصف قوية في تعطيل العمل بالمطارات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وانقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق، وأدى الطقس الثلجي إلى إسقاط خطوط الكهرباء وحوادث الطرق التي أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات. عواصف ثلجية عاتية أربكت حسابات الولايات المتحدة وكندا وتسببت في تعطيل العمل بالمطارات وقضت على أحلام عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات. وتسببت الرياح القوية والعواصف الثلجية في إغلاق المدارس في كندا وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح العاصفة جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد وهما أونتاريو وكيبك في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي. وألغت ثانية كبرى شركات الطيران في كندا استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبك بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما حذرت شركات طيران أخرى من عمليات تأخير وإلغاء. وفي الولايات المتحدة ألغت شركات طيران أكثر من 5700 رحلة فضلا عن إلغاء السكك الحديدية عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات. تساقط الثلوج بشكل كثيف أدى إلى إسقاط أسلاك الكهرباء وحوادث الطرق التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وحثت السلطات في مناطق من ولايات إنديانا وميشيغان ونيويورك وأوهايو قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري. في المكسيك انتظر المهاجرون بالقرب من الحدود الأمريكية في درجات حرارة شديدة البرودة، انتظروا قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن ما إذا كان سيتم رفع قيود فرضتها سابقا جائحة كورونا التي تمنع الكثيرين من طلب اللجوء. وتحل الأعياد هذا العام على الملايين في الولايات المتحدة وكندا وسط عواصف ثلجية وظلام سيطر على العديد من المناطق في انتظار أن تأتي الأجواء بدفء لا يحرمهم بهجة الأعياد. افتتح وزير التنمية المحلية هشام أمنة ومحافظ كفر الشيخ ميدان الإنشاء والتعمير ضمن 4 ميادين جديدة تم إنشاؤها بالمحافظة. كما افتتح وزير التنمية المحلية المنفذ الدائم غرب مدينة كفر الشيخ لتوفير المواد الغذائية بنسبة تخفيض تراوحت ما بين 20% إلى 30%، حيث تفقد فرعي الشركة المصرية لتجارة الجملة للاطمئنان على توفير السلع الغذائية، وتفقد العديد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
نسمن طبعا، واحنا موجودين النهارده في احد افرع تقديم السلع وخدمه المواطنين الخاص بالمنطقه الشماليه العسكريه، ودخلنا طبعا النهارده كمان احد المخازن اللوجستيه الخاصه بوزاره التموين. عايز اقول ان السلع متوفره زي ما حضراتكم شايفين، نسبه التخفيض هنا من 20-30% على اسعار السلع، زي ما انت حضرتك شايف كل انواع السلع الرئيسيه متوفره. شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شهدت فحص وعلاج 1392 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان في قرية محلة مسير بمركز قطور بمحافظة الغربية. كما شملت القافلة ندوة توعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات من المجلس القومي للمرأة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة. هذا وتضم القوافل نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية جمصة غرب التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، كما تم خلال القافلة الطبية صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة والتفاصيل مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إلهام نمر، شكرا محمد عبدو، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وفي هذا الإطار أوضح المركز الإعلامي أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهرية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الوحدات السكنيه المناسبه لجميع المواطنين، تم طرح اكثر من 22,000 وحده سكنيه بمشروعات سكن مصر، دار مصر، جنه واسكان متميز ببعض المدن الجديده. هذا ويتم التخصيص بنظام اسبقيه الحجز من خلال موقع الحجز الالكتروني لبنك التعمير والاسكان، ومن المقرر قريبا الاعلان عن موعد اتاحه شروط الطرح واسلوب الحجز والمواقع والمساحات والاسعار واسلوب السداد على المواقع الإلكترونية المخصصة للحجز. حققت البورصة المصرية مستويات قياسية خلال عام 2022، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 181 مليار و300 مليون جنيه منذ بداية العام. وكشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 21.2% ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25.3% خلال العام، فيما تم توزيع أرباح نقدية بلغت نحو 35 مليار و800 مليون جنيه. إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على سقف الأسعار
الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي، وارتفع خام برنت بنسبة 3.6% إلى 83 دولار و92 سنت للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.7% إلى 79 دولار و56 سنت للبرميل، كما ارتفع أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.86% لتصل إلى 3 دولارات و21 سنت للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل نحو 5 دولارات و80 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فازت الحكومة الإيطالية بسهولة في تصويت على الثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة لعام 2023، ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني العجز في العام المقبل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4%. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض. تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين بعد إجراءات تخفيف القيود مطلع الشهر الجاري. وكشف مسؤول صحي صيني أن 500,000 إصابة بكوفيد تسجل يوميا في مدينة تشينغداو وحدها. بعد رفع السلطات المحلية في الصين القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا والمعروفة بسياسة صفر كوفيد، تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست التي تصدر في هونغ كونغ أن العاصمة بكين تواجه تسونامي إصابات بكورونا، بينما أفادت بلومبيرغ أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار بشكل واسع وسط مدينة شنغهاي، وذلك بعد أشهر من فرض إغلاق لوقف انتشار الفيروس في المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة. هذا وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست بأن الصين أرسلت مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية، بعضهم متخصص في الرعاية الحرجة، إلى العاصمة بكين للتخفيف من العبء عن المستشفيات التي تعاني من ضغوط شديدة وسط موجة من الإصابات، وذلك على الرغم من نقص القوى العاملة في المستشفيات المحلية. وعلى نحو مماثل، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغو إن مخزون اللقاحات في البلاد يمكن أن يلبي الطلب بشكل عام، مضيفا أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة الفيروس وحماية حياة الناس وصحتهم بشكل أفضل. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، والذي ولد في 24 من ديسمبر عام 1924 ببني سويف. كان عبد المنعم إبراهيم أحد الفنانين البارزين في عدد من الأفلام الكوميدية والتراجيدية، حتى رحل عن عالمنا في عام 1987. والآن متابعة لأحوال الجوية. وقفة ثالثة وأخيرة في نشرة التاسعة بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 19، الصغرى 13، اسكندرية 18-15، مطروح 19-14، بورسعيد 19-15، إسماعيلية 20-12 وجوها معتدل. بالنسبة لي السويس 19-13، العريش 20-14، طابة 18-15، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 21-16 وجوها أيضا معتدل. الأقصر 23-12، أسوان 25-13، الوادي الجديد 23-13، شلاتين 26-16، حلايب 24-18 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتابع إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ويوجه بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة. مع انطلاق احتفالات عيد الميلاد، الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء العالم ويوفد مندوبين لحضور الاحتفالات. أوروبا تؤكد أن مصالحها الاقتصادية والأمنية مهددة حال عدم استقرار العراق، وتطالب بعدم التدخل الأجنبي في شؤونه. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا إلهام. مساء الخير يا محمد، وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله سنة سعيدة على الجميع، يا رب تكون أحلى وأسهل من السنين اللي عدت علينا، اللي فاتت سنتين كانوا صعبين. كل سنة وانتم طيبين. استأذنكم نبدأ برنامج التاسعة.